السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة طام وورد، فيديو جديد ووصفة جديدة. وشركم مبروكة، مبروك عليكم شهر رجب، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة وطولة العمر وباش ما كتمنوا إن شاء الله يا رب. شكرا من قلبي لكل أخت سولاتي ليا على سبب غيابي، ما كنت تعرضت لوعكة صحية والحمد لله، نسألكم الدعاء. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الحريره المغربيه، نخليكم على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. عندي 7 الحبات ديال الطماطم محكوكين، واحد زلافه ديال الحمص بلا قشور، نصف ملعقه تاع السمن، انا السمن كيبقى اختياري، نص زلافه ديال العدس، عندي الربع مقطع قزبر والمعدنوس، وعندي الكرافس حتى هما مقطعين، عندي واحد القطع تاع اللحم، هنا اللحم كيبقى اختياري، واحد 3 المعالق تاع الزيت نباتية. بالنسبة للتوابل عندي الابزار، سكنجبير او الزنجبيل، الكركم او الخرقوم، وعندي الملح. ناخذ واحد الطنجره تاع الضغط، غنضيف فيها جميع المكونات، نضيف فيها القطع تاع اللحم والعدس والسمن والحمص، وبالنسبه للحمص اللي كيبغيه بقشوره يضيفو، انا هنا حيدت ليه القشور. غنضيف هذيك الطماطم محكوكه، ونسيت ما حطيتش لكم في المقادير واحد الحبه ديال البصله محكوكه، راني ضفتها. وهنا غنضيف الزيت نباتي 3 المعالق، وغنضيف الكرافس والقزبر والمعدنوس، كنخليهم حتى نبغي ندور الحريره عاد اش غادي نضيفهم. هنا عندي التوابل، ضفت واحد الملعقه تاع سكنجبير او الزنجبيل، ملعقة تاع الابزار، ضفت هنا واحد الملعقة وربع تاع الكركم او الخرقوم، والملح ضفت ملعقة ونصف. نشعل عليها البوطو ونخليها كتشحر ليا مزيان، من بعد غنضيف عليها الماء دافئ ونسد عليها ونخليها لمدة ساعة حتى تطيب. هادو هما المكونات اللي غنحتاج باش ندور الحريره، عندي الدقيق، قزبر والمعدنوس، واحد الملعقه كبيره ديال مركز الطماطم، والشعريه رقيقه. بعد ما طابت لي الحريره غنضيف هذيك الملعقه تاع مركز الطماطم، وغنبقى مستمره في التحراك. غنضيف القزبر والمعدنوس، انا كنخليهم حتى للاخر عاداش كنضيفهم.
وغنضيف الدقيق من بعد ما خلطته بالماء، كنبقى مستمره في التحراك باش ما تلصقش ليا من التحت، وباش حتى داك الدقيق ما يديرش لينا كويرات. انا غنضيف الشعريه رقيقه، غنبقى مستمره في التحراك باش ما تلصقش ليا من التحت. وهنا كتبقى اختياري كله باش كيبغي يدورها، كاين اللي كيبغيها بالشعريه، كاين اللي كيبغيها بالروز. بعد ما وجدت لي الحريره قدمتها، كنتمنى تعجبكم طريقتي في الحريره، وشكرا لكم على التعاليق اللي كتخليو ليا، كيزيدوا يحفزوني نبقى نحط لكم ديما الجديد. إذا كنت أول مرة تزور القناة ما تنسوش الضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. وشكرا لكم دائما على الدعم والتشجيع. إلى اللقاء في فيديو ووصفة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.